كتعرفوا اللقاء اليوم مبادرة إنصاف كيتطرق لزواج القاصرات أو جواز الطفلات أو جواز بما فيهم الزواج العرفي. هذه الإشكالية هي مقلقة جدا، لأنه كيف ما كتعرفوا برغم أن القانون كيقنن السن 18 سنة، كاين هناك الاستثناء اللي تيخلي أنه الأسر يستعملوه وأننا نزوجوا فتيات قبل من السن القانوني. فهذا مقلق ومقلق جدا، لانه البنيتات خاص البلاصه ديالهم انهم يكونوا في الديور ديالهم، انهم يقراوا، انهم يتنموا، اننا ما نعرضوهمش للزواج قبل من السن وهما طفلات، انهم نعرضوهم للعلاقه الجنسيه قبل من العمر، قبل ما انهم يكونوا محميات، اننا نعرضوهم انهم يعملوا يولدوا هما طفلات ويولدوا اطفال، ونعرضوهم انهم ما يكونش عندهم الحق انهم يكونوا هما مواطنات عندهم انجزوا بوزيسيون في المجتمعات ديالهم، بحيث انهم خصهم يقراوا اولا ويعملوا على التنميه ديالهم قبل ما يفكروا في الزواج. مواكبه الاكاديميه والمؤسسات التعليميه في المجهود اللي كنقوموا بتنزيله خلال يعني الاشتغال اليومي لمحاربه كل اشكال التمييز القائم على النوع من اجل محاربه العنف ضد التلميذات وضد المراه على العموم، من عبر تنظيم مجموعه من الحملات التحسيسيه داخل كل المؤسسات التعليميه من اجل بناء مجتمع يعني متوازن يحترم المراه، يعني انطلاقا من المؤسسات التعليميه، عبر ايضا مجموعه ديال الاجراءات كتعميم خلايا الانصات في المؤسسات التعليميه في اطار دعم التلاميذ عامه على العموم، ولكن خصوصا عبر الانصات للتلميذات والايجاد حلول مباشرة في المؤسسات التعليمية انطلاقا من المؤسسات التعليمية، بحيث ينتقل منشطو هذه الخلايا للأسر وينتقلون أيضا خارج فضاءات المؤسسة لإيجاد حلول للتلميذات في بعض الحالات. والحمد لله يعني الإنصات كيكون دائما عنده واحد النتائج طيبة، ما كننتظروش حتى يكون انقطاع التلميذات على المؤسسات التعليمية، بل نحاول أن نجد حلول يعني في عين المكان. الهدف أيضا هو محاربة الهدر المدرسي، محاربة انقطاع التلميذات عبر مجموعة ديال الإجراءات كدعم يعني توسيع العرض التربوي خصوصا في المناطق القروية والمناطق النائية، عبر أيضا توفير الدعم الاجتماعي لهاد التلميذات لهاد الفئة، خصوصا الفئة اللي كتحتاج يعني كتعاني من بعض المشاكل الاجتماعية، فكنحاولوا ما أمكن يعني تستفد من الداخليات من دور الطالب، وكتكون يعني واحد الحملات أيضا تحسيسية في المحيط ديال المؤسسة من أجل دعم الفتيات. Aujourd'hui on se réjouit de cet événement sur la question du mariage coutumier au Maroc qui est organisé en partenariat avec l'association INSAF et d'autres agences du système des Nations Unies pour plaidoyer pour l'abandon du mariage coutumier dans le cadre des objectifs de développement durable qui ont été approuvés par l'ensemble des États membres des Nations Unies et qui appellent à l'abandon total des mariages d'enfants d'ici à 2030.